ارتفاع درجة الحرارة يؤثر سلباً على كبار السن وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة، وهو ما أكده لنا البعض ممن التقينا بهم في الشارع. نهربوا الجهة الضليلة، ندوشوا، أنا في الدار، أنا تحت الشجرة، أنا في الجناين. مانيش كبير ولا 77 سنة، بصح نتأثر بالسخانة. تأثر بشغل تحس روحك مضيق، تحس روحك مغموم، تحس روحك سخانة كبيرة وعصبت عليا. على الكبار خاطرش ما عندناش حنا في جاردين اللي وين راه شوف نقعد في السمش ميم با ما عندناش وين نقعدوا انتو غير الجامع دي فوق الجامع ما يحلش بكري حنا نبقاو قاعدين برا هكذا ندوروا في حاله الحراره احنا ما نحملوش ما نحملوش الحراره احنا بالكبار هذا ما يحملوش الحراره انت تقلقنا. الأطباء من جهتهم يحذرون من خطر التعرض للحرارة مما يستدعي التقيد ببعض الإجراءات من طرف كبار السن ومن المصابين بالأمراض المزمنة. تشهد الجزائر في اليومين الأخيرين ارتفاع معتبر في درجة الحرارة، لهذا يجب التحذير من الأثر الصحي الخطير والكبير يمكن أن ينجم عن درجة الحرارة المرتفعة. لهذا ننصحهم بمجموعة من التوصيات الصحية. النصيحة الأولى هي تجنب التجوال أو الحركة أو التنقل في الساعات اللي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة وتكون أشعة الشمس قريبة من الأرض، أكيد بفعل درجة الحرارة المرتفعة، وهي فترة بعد الساعة 10 صباحا وفترة القيلولة. كذلك ننصح الكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بضرورة التقيد بالنصائح الطبية المتعلقة بأخذ الدواء الخاص بالعلاج، وكذلك شرب الماء على فترات متقطعة من اليوم، هذا يجنبهم الجفاف. التعرض للحرارة بصفة دائمة يهدد صحة كبار السن، خاصة إذا كانوا يعانون من مرض مزمن، وهو ما يستدعي منهم الحذر حتى ولو اضطروا لعدم الخروج من البيت للحفاظ على صحتهم.